السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم قناة مطعم الأكلات العراقية. وأكلتنا لهذا اليوم راح تكون طريقة عمل مرق الفاصوليا البيضاء أو اليابسة بالعراقي. المقادير اللي راح نحتاجها: 2 كوب فاصوليا بيضاء، 2 ملعقة كبيرة زيت، 1 حبة بصل، 3 فص ثوم، عصير معجون الطماطم، لحم، مرق اللحم، رشة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة كمون، عصير الليمون وملح حسب الرغبة. طبعا الفاصوليا أنا منقعتها من الليل وغاسلتها زين وخليتها بجدر الضغط، ورا ما يبدي يطلع الصوت 10 دقايق وطفيتها، وها صارت عندي بهذا الشكل اللي تشوفوه انتو. وبهالطريقة راح تنطبخ الفاصوليا بشكل أسرع. وهنا عندي اللحم مسويته بجدر الضغط، وراح اترك لكم صندوق الوصف رابط لحم المرق، حتى اذا حابين يشوفون شلون سويته، لانه انا اكون محضرته دائما قبل ما اسوي المرقه. بس هنا بالجدر خليت ملعقتين اكل زيت، وخليت فوقها البصل. طبعا البصل مثل تشوفون مقطع تقريبا ناعم، احمسهم شويه بالزيت. بعدين راح اضيف 3 فصوص ثوم واحمسهم هم انا وياه شويه بهالشكل هذا. وهسه اضفت عصير معجون الطماطم، راح اتركه هسه يغلي شويه، وبعدين اضيف له اللحم ومرق اللحم، وهم انا اتركه شويه يغلي، بعدين اضيف له الفاصوليا. وانتم لا تنسون هنا عندنا اللحم والفاصوليا اثنيناتهم مستويات، اذا ما مستويات راح يطولون اكثر ولازم نخليهم كلياتهم من البداية. فلذلك هاي الطريقة لعمل فاصوليا اليابسة كلش سهلة وما تحتاج وقت كلش هواية. فهسه انا خليت الفاصوليا وراح اتركها الى ان شوية تفور، بعدين اضيف البهارات. هسه بعد ما فارت عندنا المرقة راح اخلي رشة فلفل اسود، ملعقة صغيرة كمون، وعصير ليمون، وملح طبعا حسب الرغبة. ولا تنسون احنا عندنا اللحم همنا مالح، فلا تحاولون تكثرون من الملح لانه جوز بعدين صار عندكم مالح وتخرب عندكم الاكلة. هسه ورا ما فارت عندنا المرقة راح نوصل النار على انصى شي واتركها تتهدر ويتجانس كل المواد اللي بيها والبهارات، واتركها نص ساعة وتقدم والف عافية. هذا الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم، مرق الفاصوليا البيضاء أو اليابسة. طبعا طعمها طلع كلش طيب، أنا قدمتها ويا التمن. أتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم بيها، وإن شاء الله يا رب تكونون استفادتوا من الفيديو وحبيتوه. لا تنسون تدوسون على لايك وسبسكرايب حتى تشوفون بعد فيديوز. مع السلامة.